كانت فترة صعبة بحياتي خلتني أغير مفهومي للقيم اللي كان في رأسي. يعني أنا كنت أقول إنه القاضي ما بيغلطش، عندي احترام كبير للقاضي. دخلنا بقضية لقيت القاضي متحيز ومرتشي، فأنا طول عمري إنه القاضي هذا قاضي، لقيت القاضي اللي ارتشى شالت مفهوم الأمل بالحياة، إنه عندك قاضي يعني ده خلاص ده منزل. واجهت الحياة إنه لا، في قاضي كويس وفي قاضي مرتشي. كان عندي فكر بأنه يعني كتير حاجات من المبادئ اللي كانت بدماغي لقيتها مش موجودة بالحياة، بتلاقي منها السيء والسلبي والإيجابي فبالفترة هاي تعبت، لأنه كل مفهوم حياتي اللي علموني إياه أهلي أنه ده ما بيخطأش، ده ما بيعملش، المحامي ده المحامي بتاعك، تلاقي ممكن المحامي بتاعك هو قالب عليك وهو ضدك، هو ممكن يكون متآمر عليك مع الخصم. أنا هول ما كنت تصدق فيهم، واجهتهم. اتعاملت معها إزاي الفترة دي؟ أول شيء رميت الأدوية بالتالت يوم، وبعدين تعاملت بمواجهة. واجهت الأشخاص؟ آه. واعترفوا؟ لا، واجهته وشرس كنت كتير وكسبت النقاط كلها. يعني هو كلها. ده اللي أنا عايز أوصل له، أنت أحياناً بتبقى شرس عنيف، ممكن تشتم، ممكن تغلط، وقت اللي بدي دافع عن نفسي وقت الحق مش هتلاقي حد أشرس مني في الحياة بحق. يعني مش إنسان يعني لحمة بيتاكل، لا. آخر مرة كنت شرس احكي لي موقف، يعني ما تقولش حاجة عامة، أنا عايزة موقف. مدير بنك تآمر علي، أوف، فرحت له قلت له أنا كنت بساعد ناس ولقيت أني أنا المدير ده متواطئ معهم وعايز يورطني بالمساعدة باللون اللي ساعدتهم به، وطبعاً كنت ملعوب عليها. فرحت له قال لي راغب أنت يعني اتظلمت لكن القانون لا يحميك لأنك ماضي. قلت له أنا وثقت فيكم و مضيت بناء على معلوماتكم انه بلا بلا بلا، يعني في قصه معينه. قال لي هو كده لكن المره دي مختلفه، وانت لانك ماضي حيطلع الحق عليك ولازم تسدد كل المبالغ دي، وانا عارف انه المبالغ انت مش مسؤول عنها المفروض. قلت له لا انت غلطان جدا، وانا حوريك انك انت حتجري وراي عشان تعمل الموضوع. فلقيته بعد نص ساعة بالضبط مكلمني بيقول لي تحل الموضوع، دفعوا الموضوع وخلاص، نص ساعة خلاص انسى الموضوع. قلت له عايز برا أقدم. كنت شرس كتير لأنه حطيت له نقاط، أنا هعمل كده، أنا هعمل كده، وأنا هعمل كده، ولحمي ما بيتاكلش. أنتوا بدل ما تكونوا أمانة نحن مأمنين نفسنا عندكم، أنتوا بتنصبونا. لحمك مر يعني، حد عم بيتآمر عليكي. فلقيت انا اماكن القوه اللي انا ممكن استعملها. قلت له انا هعمل كده، وانت حر. ممكن تستخدم القوه دي انك تتطاول بالايد؟ لا، مش طريقتك. لو 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 القوه بالعضلات كان الثور حكم العالم. Thank you.